بعد 20 عاما من العزلة التي عاشتها سكك الحديد في الأنبار، ها هو قطار الرماد بغداد يعانق سكته مجددا في خطوة لإنعاش الحركة الاقتصادية بين المحافظات وتسيير أحد الخطوط البرية المهمة في البلاد. بعد توقف عن العمل لأكثر من 20 عام، أعلن وزير النقل انطلاق أولى رحلات قطار بغداد الرمادي مرورا بمحطة الفلوجة، حيث سيقل في مقطوراته المسافرين بين المحافظتين عبر مسافة تتخطى 100 كيلومتر كمرحلة أولى. افتتاح خط السكة الحديدية بين الفلوجة والرمادي بطول 119 كيلومتر وبحمولة محورية 25 طن بمواصفات حديثة. هذا المشروع حيوي ومهم واستراتيجي بالنسبة لمحافظة الأنبار، خصوصا لنقل المسافرين، الطلبة، الموظفين، يوفر وسيلة نقل آمنة ورخيصة. تأهيل هذه السكة استغرق وقتا وجهدا كبيرين، حيث شمل العمل 8 قناطر وعددا من الجسور كانت مدمرة بالكامل بسبب العمليات الإرهابية، فيما تستمر أعمال الكوادر الهندسية والفنية في المنطقة الغربية في إشارة إلى وصول القطار إلى قضاء القائم أقصى غربي المحافظة خلال المرحلة المقبلة. تم إكمال قطار المسافرين بغداد إلى الرمادي، طبعا عدد الجسور المدمرة 3 جسور، قناطر أيضا 4 قناطر إلى أكثر، قطعات على الخط. استمر العمل في هذا إلى 6 أشهر تقريبا. الحمد لله أنجز هذا العمل بتوفيق من الله. المرحلة القادمة إن شاء الله إيصال القطار إلى هيت، ثم الحقلانية، ثم القائم. هذا وأبدى سكان محافظة الأنبار ارتياحا كبيرا لهذه الخطوة نظرا لما توفره القطارات من تكلفة نقل مخفضة، إضافة إلى تجنبها معوقات زحمة السير داخل المدن بالتزامن مع التوسع السكاني وكثرة أعداد المركبات. تشغيل هذا القطار سيخدم شريحة كبيرة وهم طلبة جامعة الأنبار بتوفير لهم وسيلة نقل تكون بأسعار رمزية، وكذلك يعني أخذ عدد أكبر من الطلبة، إضافة إلى تخفيف معاناة النقل على أهالي محافظة الأنبار عند ذهابهم إلى بغداد ورجوعهم إلى مدينة الرمادي. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.